أهلا وسهلا فيكم متابعينا بفقرة الأخبار الحلوة واللي فيها ما منركز ولا منشوف غير أحلى وأهم الأخبار اللي بتهمكم من منطقتنا الجميلة. جاهزين؟ يلا. عن جد أطفال بهالعمر عم يطلع معهم هالإبداع والأفكار الحلوة، وطبعاً ما بنقدر ننسى الدور الهام لدولة الإمارات اللي عم ترعى طلابها وتشجع على الإبداع، ولأني أنا كمان بدعم هذا الإبداع وبشجع الحفاظ على البيئة، بدي وجه رسالة للطلاب المخترعين إنه إذا هن بيحبوا فأنا بكون كتير سعيدة إني ألبس أحد هالفساتين بحلقة جاية من البرنامج، ويلا. عن جد عم بتخيل حالي قاعدة بالسينما عم بحضر الفيلم، واللقطة بالفيلم هي الجنينة كتير حلوة وكبيرة، فيها ورود وفراشات عم تطير والعصافير عم تزقزق، وفجأة بشم ريحة الورد قديه حلوة. عن جد حسيت حالي هنيك، صح؟ برافو لشركة أيروما سنس الإسرائيلية المختصة بتطوير تكنولوجيا الأفلام المعطرة والسينما الخمسة دي أو الفايف دي، اللي عم تقوم بتطوير هي التكنولوجيا اللي حتغني تجربة متابعة الأفلام والبرامج التلفزيونية وكمان ألعاب الفيديو حول العالم، وإن شاء الله قريبا حيبدأ تطبيق هذا الاختراع الرائع وأنا بانتظاره، ونحن كلنا بظن بانتظاره، صح؟ يلا. جاهزين؟ 3 2 1 انطلق، يلا. انا عن جد عندي حب لسباقات الفورمولا 1، واللي هون عم تختلط مع عراقة وجمال مملكة البحرين وطيبة اهلها، وهي كلها اسباب عم تؤدي لنجاح سباق الفورمولا 1 البحرين الكبير ونفاذ حتى جميع البطاقات والتذاكر قبل بدء السباقات. برافو والف مبروك لمملكة البحرين، ويلا. عن جد ما أحلى الإنسانية، وقديه نحن بحاجة اليوم لنشوف مثل هيك قصص إيجابية. تحية للمستشار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ على تحقيق هذا الحلم للطفل السوري اللي تيتم بسبب الزلزال المدمر اللي ضرب سوريا وتركيا. طبعا قلوبنا مع كل الضحايا وكل من تأثر، بس خلينا نتذكر أنه طالما الإنسانية موجودة الأمل مستمر. برافو ويلا.
واو عن جد أخذتنا برحلة لعالم تاني، عالم من الألوان والموسيقى. ومثل ما شايفين كمان نحن ببرنامج يلا عنا حب خاص لعالم الألوان مثل ما شايفين. طبعا ألف مبروك لإمارة الشارقة على هذا النجاح الكبير لمهرجان الأضواء. برافو ويلا. يلا.